قلت لكم جيت قدك درك تسمى كون انجيسك راك صغير يقولوا عيب نيفو طاير نيفو ريعاع. ربي يهدينا والله ربي يهدينا. اسمح لي لا غلطت معاك والله اسمح لي اسمح لي يا اخي يا والله بغضتك في لي بوندون 3 سكوند وما حقنيش نبغضك بس ربي يغفر لي برك الشيطان برك وميتي تاعكم صعيب ربي يغفر لي ان شاء الله حرام عليا نبغضك خاطر قاعد تهدر لي ربما في حقيقه في وجهي وانا نبغضك ربي يهديني وربما الحصه تاعك راني نشوفها بصح مش قاعد تفوتها مين تفكر وش تقول راك فيك راك فيك راك فيك راك فيك دي دروس لينا احنا برك شو با بارفي ربي يهدينا وني با بارفي بالك كيما تقول الناس قاعدين يشوفوا فيك تلم غير في الدراهم سراق خاين بايع ما تبغضش علينا برك يا شيخ هاك خزرت معايا خزره قتاله ان شاء الله ما تكونش خزره تاع بغض خاطرك مش مليح الشيطان يدخل بيناتنا وانت كنت تهدر عام محمد وانا كنت تهدر عام محمد ونبغضوا روحنا عجل الانترفيو تاع راك هاك وراك هاك تسمى محمد وعلاه جا تسمى تعلمنا والو من راسو تعلم والو من راسو والله اني احبك في الله اخويا لطفي اخويا لطفي طلق شرح اخويا طلق شرح اسمعني والله احبك في الله احبك في الله حلو معك طلق شرح اخويا لطفي اخويا اسمح لي اخويا 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 لطفي اليوم دمعتك كانت بزاف عزيزه علينا وعلى كاع الجزائريين وكالعاده لطفي ديما تعطي الدروس يا جماعة رم كلحوني النهار قالوا لي اني قاجري وهما قال لك رانا حكمناكم والله لا تربحكم ما شاء الله سامحوني يا ناس ما تلومونيش يعني والله يعني خد أول خطرة يخدموا هذه كما هكاش صافي باي كلحوني يعني تمثيل رائع رائع تاع الأخ اللي جا من الخليج والله نشكركم وان شاء الله ما يفوتوهاش برك يا جماعه وصحة فطوركم وكل عام وانتم بخير وديروا الخير وديروا خير واهدروا على الدين حتى تشبعوا بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.